كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت منا وسعت كل شيء منا يا رب. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين في إدلب، اللهم ارحمهم في حمص، اللهم ارحمهم في الرستم، اللهم ارحمهم في حماة. اللهم اجعل قذائف هذه الطاغية بردا وسلاما على رؤوسهم يا رب. اللهم اجعل قذائفهم بردا وسلاما على قلوب المؤمنين. اللهم اجعل أسلحته تعود عليه بالدمار. اللهم اجعل هذه الأسلحة تعود عليه بالدمار. اللهم أهلك له أهله، اللهم أهلك له أهله وماله وولده. اللهم كما حرق قلوب المؤمنين فاحرق قلبه على أهله وولده. اللهم احرق قلبه على أهله وولده. اللهم دب الفرقة في عائلته، اللهم دب الفرقة في عصابته. اللهم اخرجنا من بينهم سالمين يا رب. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين ظالمين. يا رب إنا ندفع إليك كف الضراعة وسيلة إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تقسم الظهر هذا الظالم. اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره واكسر شوكته، اللهم اكسر شوكته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.